العديد من النقاط ستعالجها رحيمة غلة برفقة ضيفها الكريم لصبيحتي هذا الاثنين. صباح الخير رحيمة. صباح الخير شهرزاد، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. نستضيف لهذا اليوم السيد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر زواو مهمل. صباح الخير سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير لكل المستمعين على القناة الأولى ونشكركم أيضا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا. بداية نلج مباشرة إلى جديد الخدمات التي تقدمها اتصالات الجزائر، خاصة أنه فيه الجديد مع بداية سنة 2015. شكرا. نعم، يعني اتصالات الجزائر كما تعرفوا هي المتعامل يعني بالنسبة للخدمات اللي تخص يعني تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة عامة، ولكن عند العامية يعني الخدمات اللي نقدموها هي الخدمات الهاتفية، والآن يعني خدمة الإنترنت اللي أصبحت يعني تهم الكثير من الزبائن. وزيادة على يعني خدمة الإنترنت والنفاذ للإنترنت، قررنا أن اليوم يعني حان الوقت لاتصالات الجزائر باش يصبح يعني متعامل تاع خدمات ومتعامل تاع محتوى. فهذه السنة قمنا بإدخال يعني محتويات في هذه المرحلة الأولى، يعني الخدمة الأساسية يعني اللي دخلناها هي المكتبة الرقمية. يعني فقمنا أولا بإدخال مكتبة يعني عامة باللغة الفرنسية في المرحلة الأولى، ثم زدنا يعني مكتبة جامعية أيضا خاصة بالمحتويات الجامعية. وفي هذا يعني في الفترة الأخيرة دخلنا يعني مكتبة عامة باللغة العربية تحتوي يعني جميع. يعني تحتوي على آلاف من المؤلفات، يسمح لكل يعني مستعمل الانترنت باش يعني باشتراك تاع لمدة سنة انه يدخل يطلع يتصفح كل هذه المحتويات يعني بصفة يعني بكل حرية ولمدة سنة. وهذه مرحلة اولى، ورانا نعمل ايضا لادخال يعني المحتوى والمؤلفات الوطنية ان شاء الله. أستاذ زواو، كذلك فيه جديد على مستوى يعني خدمات الانترنت سنة 2015، خاصة مسألة التدفق العالي التي يتساءل ويضجر منها المواطن أحيانا. نعم، يعني المهمة أولا المهمة الأساسية لاتصالات الجزائر هي يعني تكثيف الشبكة وتوسيع الشبكة يعني للسماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين انهم يعني تكون عندهم هذه الخدمه ويتمكنوا منها. كما قلت اليوم الانترنت يعني اصبح حاجه اساسيه سواء للمؤسسات وحتى يعني للافراد. اليوم في المنتديات العالميه بالنسبه للتطور التكنولوجيا رانا نتكلموا يعني احنا اليوم رانا نعملوا لربط يعني الافراد، فهناك يعني وصلوا الى ربط الاشياء، يعني الناس يتكلم على انترنت تاع الاشياء، الانترنت دي زوبجي، ورايحين يعني في المستوى يعني المتوسط على المدى المتوسط ما وصلوا الى الاجهزه اللي تكون هي مربوطه بالانترنت. يعني مثلا كل الاجهزه اللي راهي في البيت اليوم بدينا نتحدث، وحتى عندنا في المؤسسه الاتصال الجزائر رانا بدينا عندنا مشاريع مثلا في البيت الذكي، يعني لا ميزون انتيليجونت ولا لو سمارت هوم، يعني يتم ربط يعني جميع الأجهزة. نعم، راح تولي يعني الأجهزة مربوطة ونقدر نتحكم عنها عن بعد. مثلا في البيت نقدر ندير يعني كاميرا لمراقبة ما يحدث في البيت، مثلا نقدر يعني نتصور اليوم يعني رب العائلة والزوجة تاعو يعملوا، فلما ما يكونوش في البيت يقدروا يشوفوا. متى سيكون تطبيق هذا البيت الذكي؟ رانا بدينا في بعض يعني عندنا تجارب في هذا الميدان، رانا نعمل اليوم باش نشوفوا لاختناء هالأجهزة باش تكون يعني في متناول الجميع. وهذه الأجهزة هذه راح تسمح المراقبة عن بعد، نقدروا نتصوروا مع عائلة عندهم أطفال خلوهم في البيت، ولا كاين مريض في البيت، ولا مسن في البيت، وحتى يعني مراقبة بعض الأجهزة عن بعد مثلا التلفاز ولا حتى يعني النوافذ نشوفوا اسكت فتحت ولا تغلقت، الأبواب ولا غير ذلك. يعني الاستعمالات راهي تقريبا كثيرة كثير.
وهذا من الاشياء اللي راهي ماشيه لها الانترنت، ولكن حنا في الاونه الحاليه هذه رانا نركزوا على توسيع الشبكه للسماح لاكبر عدد ممكن من المواطنين باش يتمكنوا منها ويقدروا يستعملوها. عدد المشتركين حاليا اليوم بالنسبه للانترنت رانا اكثر من 1,700,000 مشترك، ولكن هذه نركز ونقول انها اشتراكات يعني جماعيه سي زاكسي كوليكتيف، عكس الاشتراكات المقاله اللي هي اشتراكات شخصيه، لان لما نقول 1,700,000 نقدر نتصور العدد عدد يعني قد يكون 1,700,000 عائله حقيقه، يعني هي 1,700,000 يعني لو عكسنا على الافراد راح تفوق يعني العدد هذا. وايضا تحسين نوعيه الخدمه، لان شفنا الانترنت لما بدينا الخدمه في الاول يعني خدمه لا دي اس ال فكان تدفق 128 كيلو بيت في الثانيه، يعني هذا لا دي اس ال يعني الاول. لما اليوم رانا نشوفوا الاستعمالات اللي راهي يقوموا بها الناس وحتى المحتويات، فهي محتويات كما نقولوا احنا محتويات تاع متعدده يعني الاستعمالات سي دي ملتي ميديا، يعني شرائط فيديو اللي تحتاج الى تدفقات اكثر فاكثر. سرعه التدفق يعني حاليا بالجزائر كم؟ سرعه اليوم نقدر نتكلم على نوع الاشتراكات. اليوم اكبر عدد الاشتراكات تراه اشتراك تاع ميجا يعني 1 ميجا بت. بالنسبه للشريط العابر يعني الدولي اللي كان يعني كان عليه الحديث كثير، نعطي مثال، كنا في مقارن بين عدد المشتركين وسعه الشريط العابر الدولي. 2010 كنا حوالي 700 إلى 800 ألف مشترك بالنسبه للانترنت في 2010. الشريط العابر كان 35 جيجا بت. اليوم الوقت هذا نتكلموا فيه عندنا أكثر من 1,700,000 مشترك، ولكن الشريط العابر أصبح 400 جيجا بت، أكثر من 400 جيجا بت. يعني زاد أضعاف. يعني ضعفنا 10 مرات يعني الشريط العابر، ولكن عدد المشتركين تضاعف مرة واحدة. يعني نشوف أن نفس المستعمل راه يحتاج أكثر فأكثر إلى هذا لتحسين الخدمة. الشريط العابر، يعني مثلا بالنسبة يعني الشريط العابر الدولي اليوم رانا يعني زدنا السعه تاعو، والعمل اللي نقوم به اليوم هو توسيع ايضا سعه الشبكه على مستوى الوطن. وحنا نظن انه فيه تحدي يعني مقارنه بشساعه الجزائر. تحدي كبير جدا، يعني دائما نقولوا يعني ربي يرزقنا بوطن يعني شاسع وواسع الله يبارك، ولكن لينا حنا تحدي، لان حتى تواجد السكان راه يعني منتشر عبر كل الوطن. يعني تصوروا ان اليوم وشي هذا قمنا به عملناه، عندنا زبائن في اقصى الجنوب يعني على المناطق الحدوديه عندهم خدمه الانترنت، يعني ويدفعوا نفس السعر كيما الزبون اللي راه في الشمال. نضم ان هذا ما كاش يعني دول كثيره قامت بهذا العمل هذا، حتى الدول هذوك اللي راهم اليوم مصنفين من في الترتيبات احسن من الجزائر ويقارنونا بهم، نظن ما عملوش الشيء هذا. نعم استاذ مهمل، يعني مواطن جزائري يعني حتى نوضح له الصوره اكثر، يوميا يتذمر من خدمات الانترنت اتصالات الجزائر وما الاتصالات وما الى غير ذلك، ماذا تقول لهم حول نوعيه الخدمه المقدمه لهم؟ الشيء اللي يقولون ان نحن نتفهم يعني الوضع، وهناك يعني حقيقه كاين تعطلات شيء عادي، ولكن حاب نقول لهم برك ان ما كاين حتى تقصير في اتصالات الجزائر. اليوم المؤسسه والعمال تاعها كل عمال راهم يبذلوا اكبر جهد ممكن باش يصلحوا هذه الوضعيه هذه. فاليوم نعطي مثال، يعني لان الضغط راه يتزايد على اتصالات الجزائر بالنسبه للطلب، راهم نشوفوا ان الطلبات متزايده بالنسبه لخدمه الانترنت عبر الشبكه الثابته. يعني حتى ولو ان تم اطلاق يعني خدمه الجيل الثالث على الشبكات اللاسلكيه، ولكن الطلبات تزايدت بالنسبه للاستعمال في البيت. كل يعني يوميا عندنا طلبات
اللي الربط هذا يشكل علينا الضغط. زيادتنا على هذا يعني القدم تاع الشبكة اللي وفناها يعني القطاع، لأنها شبكة هاتفية في الأصل لتقديم خدمة الهاتف الثابت، ما هيش يعني شبكة لتقدر اليوم تنقل المعطيات بهذه السعة اللي اليوم رانا نحتاجها. يعني بلغة الأرقام يوميا عدد الطلبات أو نسبة الطلبات؟ نسبة الطلبات اليوم نقدر نعطيك مثلا نسبة التعطلات يعني الريكلاماسيون، كنا وصلنا إلى في جانفي إلى حوالي 60,000 يعني شكاية ولا ريكلاماسيون يوميا. اليوم رانا وصلنا إلى حوالي 47,000، يعني العدد راه ينقص وراه يتزايد، وبالتالي يعني تحسنت الخدمة. الأشغال اللي رانا نقوم بها، أولا تجديد الشبكة، كاين أشغال يعني باش نقوم باستبدال الكوابل هذيك النحاسية، سواء الكوابل الكبيرة اللي تشكل لنا أيضا مشكل بالنسبة للسرقة، يعني النحاس ما زال نعاني منها، فقمنا باستبدال كل الكوابل هذيك الكبيرة بكوابل تاع ألياف بصرية. وفي الآخر يعني اللي احنا نقولوا الكيلومتر الآخر الدرني كيلومتر، رانا نعاودوا الكوابل هذيك باش نوضعوا كوابل اللي تقدر تتحمل يعني توصيل التدفق العالي. هذا لتحسين الخدمة. وأيضا كاين أشغال أيضا بالنسبة للشبكة تاع النقل عبر مستوى كل وطن، باش نقدروا نستوعبوا كل هذا يعني التدفقات اللي راهي اليوم تتزايد، ووسعوها ايضا لكل انحاء الوطن باش نسمحوا للمواطنين باش تكون عندهم احسن خدمه واحسن جوده. نعم استاذ مهمل، يعني كم كلفكم سرقه هذه الكوابل النحاس، يعني الخسائر استبدالها بالالياف البصريه اللي يعتبر وكذلك استثمار راح يكلف خزينه اتصالات الجزائر، بلغه الارقام ما هو الرقم المحدد لهذه العمليه؟ هذه العملية كانت يعني في السنوات اللي فاتت في 2012-2013 وصلنا إلى يعني حجم الخسارة اللي كنا يعني تلقيناها، كان في السنوات وصلنا إلى أكثر من 400 مليون دينار، يعني سعر الاستبدال يعني تاع الكوابل هذيك، لأن احنا اليوم حتى ولو أن الكوابل تسرقت فنقوم باستبدالها. في هذه السنة الأخيرة في 2014 نزل يعني هذا العدد إلى 300 مليون دينار، لأن علاه رانا اليوم قمنا باستبدال أكبر عدد ممكن من الكوابل بالألياف البصرية اللي ما عندهاش يعني أهمية، وعكس يعني النحاس، مادة النحاس اللي راهي مطلوبة كثير يعني، هذا الظاهرة هذه ظاهرة تهريب النحاس. تهريب النحاس نحب نقول أنها ظاهرة عالمية ما تخص الجزائر فقط، لهذا عندنا هذا المخطط هذا لاستبدال كل كوابل النحاسية بالألياف البصرية، والهدف تاعنا أنه على المدى القريب نوصل بالألياف البصرية حتى إلى يعني العمارة والمسكن. كاين يعني مناطق قدرنا يعني نوصل لهذا الهندسة هذه ستاركتكتور، ورايحين في المدى يعني المتوسط والبعيد إن شاء الله، الهدف تاعنا أننا نوصل بالألياف البصرية. تنفيذ المخطط كم سيكلف؟ اليوم عندنا مشاريع يعني ما نقدرش نقول أن مخطط كما هذا يعني نعطيه الرقم، ولكن عندنا استثمارات سنوية. فالسنة هذه الماضية 2014 وصلنا إلى حجم استثمار تاع 18 مليار دينار، وخططنا لهذه السنة يعني 2015 حوالي 45 مليار دينار يعني تاع استثمارات. وأكبر يعني هذه الاستثمارات رايح تروح في الشبكة، يعني في البنية التحتية والشبكة باش نحسنوا نوعية الخدمة. شحال كيلومتر تم استبدالها؟ اليوم بالنسبة للاستبدال رانا اليوم عندنا المشروع تاعنا لنا حوالي سنويا رانا نوضعوا حوالي 10,000 كيلومتر، يعني اليوم الشبكة يعني الظهرية يعني كان المصطلح يعني لو باك بون لو ريزو دورسال تاعنا، اليوم رانا وصلنا الى اكثر من 63,000 كيلومتر من الالياف البصريه، ولكن اليوم رانا نوصلوا الى الطبقه يعني السفلى من الشبكه، وين رانا نتقرب اكثر من الزبائن بالالياف البصريه،
ورايحين يستبدلوا هذه الكوابل النحاسيه اللي تشكل يعني مشكل للزبون للزبون. وحنا نطلب من الزبون يعني انا دائما نعتذر للزبائن الى الاختلالات لما تكون ونأكد لهم اننا نعمل يعني كل ما بيوسعنا، ورانا نعمل الكثير ايضا للتحسين يعني نوعيه العلاقه مع الزبائن باش تكون بينا علاقه يعني تاع مؤسسه تجاريه مع الزبون ماهوش كيعني مستعمل ولا اي مستخدم لخدمه، يعني علاقه تجاريه ويكون احترام للزبائن تاعنا ونكلموهم يعني على المشكل ونفهموهم، وهذا هو الهدف تاعنا هو ارضاء الزبون يعني اولا واخيرا. وهو كذلك استاذ زوا ونمر مباشره الى حديث الشارع الجزائري الجيل الرابع، إلى أين وصلت هذه العملية وعدد المواقع المجهزة من أجل توفير هذه الخدمة؟ هذا التكنولوجيا يعني احنا كما تعرفوا كانت عندنا شبكة لاسلكية كانت عند اتصالات الجزائر، وكانت أساسا تقدم يعني خدمة الهاتف وتقدم أيضا خدمة يعني توصيل المعطيات ولكن بتدفق بطيء. فهذه الشبكة تقرر يعني استبدالها لأنها تكنولوجيا راهي ماهيش ما تواكبش يعني التطورات هذه، لهذا تم استبدالها بشبكة يعني لاسلكية من الجيل الرابع، يعني شبكة يعني تكنولوجيا مستقبلية. فقمنا بإدخال هذه التكنولوجيا لأنها تكنولوجيا جديدة على مرحلتين. المرحلة الأولى فتم يعني ادخال يعني المراكز يعني القاعديه بالنسبه لتسيير المحطات هذه وعده محطات من عده يعني مصنعين، والمرحله الاولى السعه تاعها حوالي 100,000 مشترك، وقمنا بوضع هذه المحطات عبر كل وطن يعني كل ولايه، يعني اخر ولايه عندها محطتين يعني في المرحله هذه الاولى التجريبيه. شفنا ان هناك نجاح يعني بالنسبه لها التكنولوجيا اللي راهي جايه كتكنولوجيا تكميليه للشبكه ثابته، ماهيش يعني تكنولوجيا يعني كما نقولوا كونكورونت يعني منافسه للشبكه. احنا الشيء اللي حبيناه عبر هالتكنولوجيا انها تكمل المواقع والاماكن اللي يصعب ربطها بالكوابل تاع الالياف البصريه، رايحين نوصلوها بهذه الشبكات اللاسلكيه. نعم، يعني تقنيه ال تي يو هي راح تكون مكمله لتقنيه لا دي اس ال، مكمله لتقنيه لا دي اس ال. ولهذا المرحله الاولى نظرا للنجاح والتمكن يعني من حتى التقنيين تاعنا والمهندسين تاعنا اليوم تمكنوا من هالتكنولوجيا، مرينا للمرحله الثانيه يعني تم يعني استقبال الأجهزة تاع المرحلة الثانية. في المرحلة الأولى ركبنا أكثر من 250 يعني محطة عبر كل ولايات الوطن، وهذه المرحلة هذه الثانية يعني اليوم يعني عدد المحطات ما راح يكون يعني محدد، فتم استقبال أكثر من 200 محطة في الشهر هذا راح يتم يعني التركيب تاعها، وراحين نواصلوا هذه الوتيرة هذه يعني نظن ان هذه السنه نوصل الى يعني حوالي اكثر من 400,000 مشترك. الى يومنا هذا عندنا اكثر من 130,000، رايحين نوصل الى اكثر من 400,000 مشترك يعني عبر كل انحاء الوطن باش نسمحوا للمواطنين. وشي اللي حب نزيدو ان بهذه التكنولوجيا اللي كانت يعني في الاساس مخصصه للمعطيات يعني لنقل المعطيات، دخلنا فيها يعني الصوت استدير يعني الهاتف، وهذا راح يساعدنا كثير لتقديم هذه الخدمه خاصه في المناطق المعزوله وين يحتاجوا ايضا الى الهاتف. دون استعمال الخطوط الهاتفيه التقليديه لا يحتاجوش الى الخطوط، ونظن اننا يعني من يعني المتعاملين الاوائل اللي ادخلوا يعني وجربوا هذه الخدمه، وهذا يدل على ان في هذا الميدان يعني حتى يعني الدوله تاعنا راهي تعمل الكثير باش ندخلوا ادخال هذه التكنولوجيا ووضعها في متناول يعني المواطنين الجزائريين. في دقيقه استاذ زوا، ومهمل هذه الايام تحضير لامتحانات الادوار التعليميه 3، يليها بعد ذلك عمليه التصحيح الاعلان عن النتائج، كلها يعني الان اصبح الناس تعتمد على خدمات الانترنت، والمسؤوليه ستكون على اتصالات الجزائر من اجل توفير وتحسين هذه الخدمه. نحن نقوم دائما يعني رانا نتعاملوا مع مركز الامتحانات، المركز الوطني لديوان الامتحانات والمسابقات،
يعني كل سنه احنا اللي نقوموا بايواء يعني السيت تاعهم الموقع تاعهم، وحتى التسجيلات للامتحانات راهي تتم عبر الانترنت يعني بكل بساطه، وحتى ايضا من بعد ذلك يعني استخراج النتائج الاستدعاءات والنتائج. وان شاء الله نكملوا على هذه الوتيره، راهم راضيين كثير بالخدمه تاعنا، واللي وهذه مثلا خدمه من الخدمات اللي تمكنها يعني شبكه الانترنت. رانا نشوفوا هذا الديوان المسابقات والامتحانات، رانا نشوفوا ايضا الوزارة يعني الداخليه والجماعات المحليه اللي دخلت خدمات لاستخراج بعض الوثائق عبر كل الولايات. كل هذه الخدمات اللي راهي تدخل اليوم راهي تتم على شبكه وطنيه اللي راهي تسير فيها يعني اتصالات الجزائر. واكيد هدف اتصالات الجزائر هو تحسين الخدمه العموميه في جميع المجالات. استاذ زواو مهمل رئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، شكرا لك على الحضور وعلى تلبيه الدعوه. الشكر لكل متابعي الاذاعه الجزائريه القناه الاولى، ما عليكم سوى التواصل عبر موقع الاذاعه www.radioalgerie.dz. هذه تحياتي انا رحيمه غلاب، تحيات زملائي من اذاعه النات، وتحيات منسقه ركن ضيف الصباح. الى اللقاء.